بجد. لو أن الحرف يطمح بحماقته أن يوهم بتغيير التاريخ، فهل نحن قادرون على أن نستخرج لمستقبلنا تاريخا لا يخجل حياله التاريخ القديم؟ التاريخ إن فهمت الماضي فسيرشدك إلى حل ألغاز الحاضر واستشعار المستقبل. شخصيات وحقائق وسؤال من التاريخ، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم معنا في برنامج سؤال من التاريخ. وفي البداية أتوجه بالشكر الجزيل للرعاة والمساهمين في البرنامج وشخصيتنا التاريخية لليوم، من أشهر شعراء الجاهلية الخنساء أو أم الشهداء، تماضر بنت عمرو بن الحارث ابن الشريد السلمية من مضر، مخضرمة عاصرت الجاهلية والإسلام. ولدت في عام 575 للميلاد، عاشت في بيت عز وجاه وشرف مع أبيها وأخويها معاوية وصخر. تزوجت من ابن عمها رواحة بن عبد العزة السلمي، وكان مقامرا مبذرا للمال، فكانت كلما شعرت بالضيق أو وقعت في الضيق ذهبت إلى أخيها صخر، وكان يشطر ماله شطرين يعطيها الشطر الأفضل. أنجبت منه ابن يكنى بأبي شجرة اسمه عبد الله، ثم تزوجت من مرداس بن أبي عامر السلمي، وكان معروفا بصخائه وكرمه. أنجبت منه أربعة من الأبناء، عميرة وعمرو ومعاوية ويزيد. توفي والدها ثم زوجها مرداس، فحزنت حزنا شديدا وأنشدت الكثير من الأشعار لأساها وحزنها عليهما. ثم قتل أخوها معاوية، فحرضت صخرا للانتقام أو الأخذ بالثار، فقتل أو أصيب في تلك المعركة ولازم الفراش حتى وفاته. حزنت حزنا شديدا على وفاة أخويها وأخيها صخر، فكان رؤوفا رحيما بها يقف معها في وقت الشدة، فقالت فيه: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وقالت أيضا: وأن صخرا لتأتم الهداة به وكأنه علم في رأسه نار. حرضت أبنائها الأربعة للمحاربة، فقالت: يا أبنائي، إذا رأيتم أن الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسا، تظفروا بالغنم والكرامة في الخلد والمقامة. فاستشهد أبناؤها الأربعة في هذه المعركة، فلما بلغها خبرهم قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. سؤال حلقتنا لليوم: ما هي المعركة التي استشهد فيها أبناء الخنساء الأربعة؟ للمشاركة يمكنكم إرسال الإجابات على الرقم الظاهر في الشاشة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم سؤال من التاريخ. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل فيديو.